ذي قار، تلك المحافظة التي لطالما أرقت مضاجع أحزاب السلطة منذ التحاق أهلها بثورة تشرين أواخر عام 2019، بعد أن ظن من هم في الحكم بأنها أسيرة نفوذهم، إلا أن الهتافات الرافضة للمحاصصة الطائفية أصابتهم في مقتل. مدينة الناصرية مركز المحافظة كانت شاهدة على أبشع أشكال الترويع والتنكيل ضد المتظاهرين، حيث ارتكبت الميليشيات وقوات الأمن جرائم عدة، أبرزها مجزرة جسر الزيتون التي وقعت في 28 من تشرين الثاني العام الماضي، والتي أدت إلى مقتل وجرح العشرات من المتظاهرين في واحدة من أكثر الأحداث دموية خلال الحراك السلمي الذي يشهده العراق خلال نحو عام من الآن، والتي لم تفضي لجان التحقيق التي شكلتها الحكومة لأي نتائج رغم المطالب الأممية بوجوب محاسبة ومعاقبة الجناح. مصطفى الكاظمي الذي لم يعد في وجهه ماء لكثرة تنصله من عهوده ووعوده، ما عاد يملك الجرأة لزيارة الناصرية، فأرسل لها وفداً منه ترأسه العضو السابق في ميليشيا بدر قاسم الأعرجي، وهو أحد أبرز من قاتل إلى جانب إيران إبان حرب الثمانينات، وهو ما عده مراقبون بأنه رسالة حزبية ضد طبيعة الهتافات التي على صوتها في ساحة الحبوب في الناصرية، والتي رفضت وأدانت تدخلات إيران بشؤون العراق ودعم طهران للأحزاب الفاسدة فيه. وفد الكاظمي وبعد جولات وصولات مع شركائهم ومن تخادم معهم في ذي قار أعلن فض اعتصام ساحة الحبوب ورفع الخيام منها وفتحها بعد عام من الإغلاق، ليرتفع عدد الساحات التي فضت بالتهديد والوعيد إلى 6، أبرزها ساحتا التحرير والطيران في بغداد، والبحرية في البصرة، والساعة في الديوانية، والصدرين في النجف. وسبقت ذلك عمليات استهداف طاولت المتظاهرين والناشطين بين اغتيال وتهديد واعتقالات بررتها الدعوات التحريضية لزعماء الميليشيات، كما جرى مؤخراً حين ساوم مقتدى الصدر المتظاهرين ما بين نصرته انتخابياً أو استخدام العنف ضدهم.